عمان اليوم. الوصلة الثالثة في عمان اليوم نتحدث فيها عن إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية عن تمديد فترة التسجيل في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة في سلطنة عمان لغاية 5 سبتمبر وهو اليوم. نتحدث حول هذا الموضوع مع الأستاذ سعيد بن راشد المعمري، عضو منظم في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أستاذ سعيد، أهلا ومرحبا بك في برنامج صباح الخير يا بلادي. أهلا وسهلا أخي خالد، وأهلا بالمستمعين الأكارم، وشاكر لكم حقيقة إتاحة الفرصة للحديث بتفصيل أكثر عن مسابقة مختبر الجدران المتساقطة في دورتها السابعة. أهلا بك أستاذ سعيد، نتحدث عن هذه المسابقة. ما هي المسابقة؟ مسابقة الجدران المتساقطة، أيضا نتحدث عن أهمية المشاركة العمانية فيها على اعتبار أن المشاركة تقام في برلين الألمانية. نعم طبعا، المسابقة هي عبارة عن منتدى عالمي تنظمه مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية. نعم. بالتعاون مع مؤسسات محلية في أكثر من 75 دولة حول العالم. ممتاز. وإيمانا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأهمية تمكين المجتمع في شتى مجالات الابتكار، بحيث يسهم في اقتصاد المعرفة من خلال خلق منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والابتكار، فقد أعلنت الوزارة وللعام السابع على التوالي عن فتح باب التقدم والتسجيل في المسابقة في 10 أغسطس الماضي ولغاية 5 سبتمبر واللي صادف تاريخ اليوم. وحقيقة يعني تهدف المسابقة إلى عرض كفاءات الجيل القادم من الشباب الأكاديميين والباحثين المتميزين في عرض أفكارهم الابتكارية ومبادراتهم الاجتماعية وأيضا مشاريعهم البحثية أمام لجنة تحكيم تتكون من خبراء في الوسط الأكاديمي. وتكمن أهمية المسابقة في أنها تسهم في الكشف عن المواهب العمانية، وأيضا تفتح المجال للأفكار الإبداعية المتنوعة للظهور عبر التنافس مع أفكار أخرى، وكذلك أيضا تفتح باب لنمو المشروعات العلمية والبحثية من خلال إثراء المشاركين بتجربة لا تنسى من المنهجية العلمية، وكعروض للأفكار وبناء وتطويرها والوقوف على تجارب وأفكار المتسابقين الآخرين. نعم، الوقوف على هذه الأفكار الابتكارية والبحثية تقام في هذا المنتدى العالمي مثل ما ذكرت أستاذ. نتحدث عند طرح أي مسابقة من المعتاد أن تكون هناك محاور. ما هي المحاور بالنسبة للأفكار الابتكارية والبحثية التي تستوعبونها أيضا للمشاركة في التصفيات المؤهلة للنهائيات في مدينة برلين الألمانية؟ نعم، في الحقيقة لا توجد مجالات أو أفكار ابتكارية وبحثية محددة للمشاركة. نعم، بشكل عام. نعم. نعم، بإمكان المتقدم للمشاركة في أي مجال كان، في أي مكان كان، مجال كان، سواء كان في الصحة وخدمة المجتمع أو البيئة والموارد الحيوية أو الطاقة والصناعة أو نظم المعلومات والاتصالات، أيا كان المجال المناسب له ولقدراته الابتكارية. نعم، التصفيات المؤهلة لهذه النهائيات تقام هنا في سلطنة عمان. هناك آلية للمشاركة في المسابقة نتحدث عنها أيضا أستاذ سعيد؟ طبعا آلية المشاركة هي عن طريق الدخول إلى رابط التسجيل الإلكتروني المخصص والموجود في حسابات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني بالوزارة، أو عن طريق البحث في محرك البحث جوجل وكتابة موقع مؤسسة الجدران المتساقطة بالإنجليزي اللي هي fallingwalllab.com. نعم. وتسجيل في مباشرة في موقع الصفحة. نعم. المشاركة في هكذا يعني مسابقات عالمية يعني تصقل المواهب وأيضا عرض لأفكار ابتكارية وبحثية هنا عمانية، أيضا تحتك بخبرات عالمية في هكذا مسابقات. نتحدث عن حجم التنافس أستاذ سعيد في هذه النوعية من المسابقات. بالطبع أخي خالد، حجم التنافس عالي المستوى جدا على المستوى الدولي، ولذلك تقوم الوزارة بتهيئة وإعداد المتأهلين لنهائيات برلين عن طريق تقديم الدعم الفني والاستشارات العلمية، وذلك عن خلال ربطهم مع الجهات ذات الصلة والتخصص لتمثيل السلطنة على أحسن وجه. وفي الحقيقة حققت المسابقة بعض الإنجازات مثل وصول بعض المتسابقين إلى مراكز متقدمة في منتدى الجدران المتساقطة بألمانيا. نعم.
واختيارهم للمشاركة في فعاليات إقليمية وعالمية مثل طالبة حفصة الأنصارية ورزان الكلبانية وسارة البطرانية. وهذا ما يرسخ مبدأ المسابقة الأهم، وهو الاستدامة في الأفكار وتطويرها وخروجها من جدران المختبرات إلى المجتمع والجمهور. نعم، فترة التسجيل تنتهي اليوم أستاذ سيد، صحيح؟ بالضبط، تنتهي اليوم في فترة المساء إن شاء الله. نعم، في الفترة المسائية يعني بإمكان المشارك أو من يود المشاركة أيضا في هذه التصفيات. وأيضا المؤتمر راح يكون في 9 نوفمبر القادم. بالضبط، المؤتمر راح يكون في 9 نوفمبر إن شاء الله في عاصمة الألمانية برلين. نعم، عدد المشاركات من الجانب العماني؟ طبعا عدد المشاركات، نعم. أو قصدك المقاعد اللي راح تتعلم. نعم بالضبط، المقاعد المتاحة للمشاركة في هذا. لعدد المقاعد المتاحة هنا يعتمد على المؤسسة المنظمة نفسها، هي من تقوم بتحديد العدد طبعا بالرجوع إلى عدد الدول المشاركة والمنسحبة. ممتاز. وأحب أضيف نقطة بما نعم تفضل عن سابقا عن آلية المشاركة، وهي شروط المسابقة. دام أنه اليوم آخر يوم للمشاركة، فالمشاركة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين داخل السلطنة من عمر 18 سنة وأكثر. بالنسبة للأكاديميين، يمكن للطلبة المسجلين في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه التسجيل في المسابقة. أما بالنسبة للأكاديميين الذين تخرجوا وحصلوا على المؤهلات العلمية، فإذا كان من حملة شهادة البكالوريوس يجب أن لا تزيد فترة حصوله على المؤهل 10 سنوات، وإذا كان من حملة شهادة الماجستير يجب أن لا تزيد فترة حصوله على المؤهل 7 سنوات. نعم. وإذا كان من حملة شهادة الدكتوراه يجب أن لا تزيد فترة حصوله على المؤهل 5 سنوات. وأخيرا يقتصر التقديم الطلبات المشاركة باللغة الإنجليزية فقط. نعم، وأيضا في كافة المجالات يتم استقبال. بالضبط. بالضبط. نعم، المجالات البحثية والعلمية. نعم نعم، في كافة المجالات التي سبقت وأن ذكرتها سابقا. نعم، كل توفيق للمشاركين في هذه التصفيات، وأيضا كل توفيق في من سيتأهل للمشاركة في 9 نوفمبر وحضور المؤتمر العالمي والمنتدى العالمي لهذه المسابقة، مسابقة الجدران المتساقطة. الأستاذ سعيد بن راشد المعمري، عضو منظم في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، شكرا لك على كل هذه الإضاءات فيما يخص هذه المسابقة. شكرا لك أخي خالد، وشكرا للقائمين على برنامجكم الإذاعي المتميز على إتاحة الفرصة، وتحياتي لكم. شكرا لك أستاذ سعيد.